مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. حلقتنا النهاردة فيها العديد من الموضوعات المهمة جدا، وخاصة أن أنا عايز بس أنوه عن حاجة مهمة احنا تحدثنا فيها عن في الحلقة الماضية يوم الأربعاء الماضي. كنا بنتكلم عن انخفاض معدلات الجريمة في مصر، والحقيقة وأنا بتحدث كنت ذكرت بعض الإحصائيات، كان من ضمنها إحصائية أن شهر يناير الماضي شهد انخفاض في معدلات الجريمة، وتحدثت ان هذا الشهر شهد معدلات 28 جريمة قتل فقط لا غير، دون ان اتطرق الى ان هذه الجرائم بس حصلت في 3 محافظات. وكان واجب عليا ان في هذه الحلقة ان انا اتحدث عن هذه الاحصائية بالتحديد، لان عودناكم دائما ان احنا دائما بنتكلم بالاحصائيات الحقيقية، فانا خفت الحقيقة ان يحصل لبس عند المشاهدين ويقول لك ازاي 28 جريمة قتل على مستوى في مصر بس، ولكن الحقيقة هي في محافظات الثلاث محافظات القاهرة والجيزة والأليوبية. وده كنت حابب انوه في بداية الحلقة عن هذه الإحصائية. الحقيقة النهاردة مصر وخاصة أصحاب المعاشات تلقوا خبر وفجعوا بخبر وفاة النائب الوطني المخلص البدر الفرغلي عن عمر يناهز ال 74 عام، والنهاردة تم تشييع جثمانه بمقابر بورسعيد بعد صلاة العصر. والحقيقة يعني بدر فرغالي يعتبر رمز من رموز أبناء بورسعيد، ورمز أيضا لأصحاب المعاشات، اللي ناضل عن أصحاب المعاشات ودافع عن حقوق الغلابة وكان نصير للغلابة. الحقيقة أيضا عايز أتكلم فيها إن هو ناضل من أجل أصحاب المعاشات ونجح في إن هو يحصل على حقوقهم، وكان أبرز هذه الحقوق هي العلاوات الخمس، العلاوات الخمس اللي وجه فيها رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قرار الجمهورية اللي أقر بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. وده يعني الحقيقة هو عمل يعني خدم 2.5 مليون مواطن. الحقيقة لو شفنا مواقع التواصل الاجتماعي النهاردة هنلاقي كل الناس بتدعي له، كل الناس زعلانة عليه، حتى أصحاب المعاشات يعني في البعض بيتحدث ده كان بيدافع عننا وبيدافع عن حقوقنا وبيطالب بحقوقنا، مين بعد كده اللي هيدافع عن حقوقنا وهيجيب لنا حقوقنا؟ وخاصة إن هو فعلا كان بيتحرك لاخر نفس، كان بيتحرك. احنا الصور اللي معانا دي من مشاهد جنازه الراحل البدر الفرغلي. الحقيقه كل اهالي بورسعيد يعني كانوا حاضرين في هذه الجنازه، كان بيترأسها ايضا المحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، حضر الجنازه وترأس مشاهد الجنازه النهارده. الحقيقه ده يعني انتوا لو شفنا المشاهد دي، عايز اقول بس ان العمل الصالح والسيره الطيبه هم اللي بيفضلوا. تخيل ان كل مصر النهارده متفقه وبتدعي للراجل ده بالرحمه والمغفره عشان حاجه بسيطه كان بيعملها، كان نصير للغلابه، كان بيدافع عن حقوق الغلابه. نادرا لما كلنا بنتفق على شخص وندعي له بالرحمه والمغفره. شوفوا مواقع التواصل الاجتماعي عامله ازاي النهارده، شوفوا الناس يعني بتدعي من قلبها بتقول ربنا يرحمه، الناس يعني شايفاه ان هو دافع عن القضيه ودافع عن حقوق الغلابة وكان لسان حال الغلابة. الحقيقة أنا مش عايز أسرد هو عمل إيه، هو فضل دافع. أنا بس هتكلم عن العلاوات الخمسة بالتحديد، دافع عن حق الغلابة في العلاوات الخمسة أصحاب المعاشات. كان بيحضر في البرلمان وبيحضر في مجلس الدولة وبيترافع الدور لحد ما نجح وحصل على الحكم، والحمد لله أصحاب المعاشات دلوقتي بيدعوا له. السيرة الطيبة اللي بتفضل. يعني بتقدم من هنا من نقطة نظام من برنامجنا بخالص التعازي إلى أسرة الراحل النائب البدر فرغلي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنات وأن يجعل كل عمل عمله في ميزان حسناته، وأن ربنا يوسع له في قبره. الحقيقة أن هو راجل عاش مخلصا لوطني، مخلصا لقضيته، مدافعا عن الغلابة ونصير الغلابة، رحمه الله رحمة واسعة. والحقيقة أن برضو النهاردة عدد من النواب البرلمان نعوا الفقيد خلال الجلسة العامة وأكدوا أنه هو رمز من رموز بورسعيد ورمز من الرموز الوطنيين الحقيقيين اللي دفعوا ونصروا عن حقوق الغلابة وأصحاب المعاشات. السؤال دلوقتي وخاصة اللي بيردد من قبل أصحاب المعاشات، مين اللي هيدافع عن حقوقنا بعد كده؟ هل هيطلع واحد زي البدر فرغالي تاني يتدافع عن حقوق الغلابة ويتبنى قضايا الغلابة؟ الراجل ده رمز وطني عند اصحاب المعاشات. الحقيقه كنت انا عايز اتكلم في بدايه الحلقه عن هذا الموضوع، لان يعني ده موضوع ما ينفعش ما نتكلمش فيه.
احنا النهارده معانا موضوع تاني مهم، هنتكلم بقى في الشق القانوني الخاص بقضيتنا والمتعلق، ان احنا برنامجنا زي ما عودناكم بنتكلم عن بعض القضايا القانونيه دائما. احنا النهارده فاتحين حاجه اسمها رد الاعتبار. يعني ايه رد الاعتبار؟ المتهم مثلا بيقضي حكومه العقوبه بتاعته في السجن، وبعد انتهاء العقوبه هل كده خلاص انتهى؟ هل كده هو خلاص قضى العقوبه وانتهت عقوبته وخلاص؟ خاصه ان هو احيانا بيروح يقدم في وظايف فبيلاقي مش قادر يتوظف، او لو قدم في اي حاجه مش عارف يرجع للوضع الاجتماعي بتاعه اللي كان سابقا. يعمل ايه عشان يرجع للوضع الاجتماعي؟ وده اللي هنقوله وهنوضحه مع ضيفنا الدائم مستمر معنا سياده المستشار بدر عبد المحسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. نورتنا وشرفتنا يا فندم. انا محمد. الموضوع ده مهم. تمام. يعني وخاصة يعني أنا برضو عايز أفهم يعني إيه رد الاعتبار؟ كبير. في حاجة اسمها رد اعتبار للمجرم أو كبير. للمتهم بعد ما يقضي عقوبته؟ هو زي ما أنت حضرتك عرفت أو قلت نبذة بسيطة عن موضوع رد الاعتبار، إن المحكوم عليه بالرغم من تمام تنفيذ العقوبة وقضاء العقوبة في السجن المحكوم بيها بيظل الحكم الجنائي يلاحقه ويمس اعتباره ويعدم يعني بيؤدي الى انعدام لاهليه المحكوم عليه وحرمانه من بعض الحقوق. تمام. وبالتالي المفروض من العدل والانصاف ان يكون في مخرج لهذا الموضوع، ولا سيما ان اثار الحكم الجنائي بتظل عالقه بالمحكوم عليه حتى بعد خروجه من السجن حينا من الظهر. المخرج عمله المشرع او قانون المشرع في نظام رد الاعتبار. رد الاعتبار ده عباره ان المحكوم عليه بيقدم طلب رد الاعتبار، وبمجرد الحكم برد الاعتبار بيمحو هذا الحكم برد الاعتبار هذا اثار الحكم الجنائي في المستقبل، بحيث ان تسترد المحكوم عليه اهليته وسائر حقوقه اللي اتسلبت منه بموجب هذا الحكم الجنائي اللي صدر ضده ونفذ العقوبه بيه. وبالتالي هو بيرجع للوضع يعني الوضع الاجتماعي اللي هو كان موجود بيه قبل العقوبة وقبل ارتكاب الجريمة. خدت البال عليك؟ ده يعني ده موضوع رد الاعتبار. عايز اعرف من حضرتك ايه انواعه؟ يعني هل في انواع لرد الاعتبار؟ طبعا في نوع. ونوضح كل نوع فيه. تمام. يعني رد الاعتبار المفترض في رد اعتبار قضائي وفي رد اعتبار قانوني. رد الاعتبار القضائي يعني ايه رد اعتبار قضائي؟ ما انا هقول لحضرتك، رد الاعتبار القضائي ده بيقدم المحكوم عليه او وكيله طلب للنيابه العامه، طلب على عريضه بيذكر فيها جميع بياناته الشخصيه والعقوبه اللي قضاها والسجن اللي قضى فيه العقوبه. خدت بال حضرتك؟ كافه ومصدر رزقه وجميع محل اقامته. ده الطلب ده بيتقدم زي ما قلت لحضرتك من المحكوم عليه او وكيله. تمام. للنيابه، النيابه بتاخد الطلب ده حضرتك وبتدرسه وبتفحصه، ولو في اي بيانات ناقصه بتستوفيه عن طريق المحكوم عليه او وكيله. وطبعا بتبحث وتعمل تحريات مباحث، تطلب تحريات مباحث عن هذا الشخص او هذا الشخص الذي يطلب رد الاعتبار، وسيله ارتزاقه او مصدر رزقه، جميع محل اقامته، يعني سير وسلوكه اثناء تاديه العقوبه في السجن. تمام. هل ارتكب جرائم اخرى او صدرت عليه احكام اخرى بعد خروجه من السجن؟ كل الامور دي بتبحثها النيابة العامة، وبعد كده المفروض النيابة العامة بتعمل تقرير بحالة هذا الشخص المطلوب رد اعتباره، والمفروض في خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب من المحكوم عليه او وكيله النيابة العامة بتعمل تقرير في خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب رد الاعتبار. هذا طبعا هذا المعدة تنظيمي، وبالتالي الإخلال به او عدم الالتزام به ما يعني مش بيؤدي الى البطلان. طبعا بتقدم التقرير وبترفعه لمحكمه الجنايات. محكمه الجنايات هي اللي بتنظر طلب رد الاعتبار. خدت بال حضرتك؟ تمام. يعني الطلب بيتقدم للنيابه والنيابه بتعمل التقرير وبتبعته لمحكمه الجنايات. محكمه الجنايات طبعا اذا رات ان جميع الشروط اللي نص عليها القانون متوفره في طلب رد الاعتبار اللي قدمه الشخص ده او وكيله بتحكم برد اعتباره. لقيت ان في نقص او اي حاجه مش لم يشترطها القانون او اشترطها القانون مش موجوده في الطلب ده بترفضه. خدت بال حضرتك؟ طبعا الرفض ده يعني رفض المحكمه اما بسبب قانوني او بسبب موضوعي. السبب القانوني
ان المحكمه بترفض طلب رد الاعتبار، ان على اساس ان شروط رد الاعتبار منصوص عليها قانونا لم تتوافر في الحاله ديت، وبالتالي بترفض الطلب. تمام. في سبب موضوعي بيرجع الى سلوك المحكوم عليه، ممكن ان هو المحكمه رات ان سلوكه اثناء تهديد العقوبه في السجن او اثناء او بعد خروجه من السجن لم يكن حسن السير والسلوك، وبالتالي بترفض طلب رد الاعتبار. في الحاله دي بتاعت السبب الموضوعي يجوز ان الشخص يقدم طلب تاني رد اعتبار، ولكن بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض. يعني هناك شروط. نعم، يعني هناك شروط. طبعا هناك في شروط لازم توفرها. في شروط. في شروط. عايزين نعرف ايه الشروط. شروط رد الاعتبار، الشرط الاول ان يتم تنفيذ العقوبه كامله. تمام. لا اما تنفيذ العقوبه او العفو عنها او سقوط العقوبة بمدير المدة. ده الشرط الأول. تمام. ماشي. لإما لازم ينفذ العقوبة كاملة أو العقوبة تسقط بمدير المدة أو يصدر عفو عن هذه العقوبة. الشرط الثاني بيختلف الأمر، شرط المدة أو اسمها مدة، شرط المدة أو التجربة أو الاختبار. في الجنايات لازم يكون عدى 6 سنين من تاريخ تنفيذ العقوبة أو تاريخ العفو او تاريخ سقوط العقوبه. يعني لو جنايه هيقدم الطلب بعد ست، النهارده خرج من السجن النهارده هيقدم لو كانت جنايه هيقدم الطلب رد الاعتبار بعد 6 سنين، لو كانت جنحه هيقدم الطلب بعد 3 سنين. الشرط الثالث، طيب لو كان في حاجه اسمها فراج شرطي. الفراج الشرطي ده يعني مثلا واحد محكوم عليه بسنتين وجه بعد سنه خرج افراد شرطي يعني في نص المده. طبعا تقديم طلب رد الاعتبار مش بعد خروجه بنظام الافراج الشرطي، لا ده لازم بعد انتهاء المده الاصليه المحكوم بها اللي هي سنتين. يعني هيقدم بعد سنتين مش بعد الافراج الشرطي، يعني دي استثناء. ماشي. الحاله الرابعه لو في عقوبه تبعيه للعقوبه الاصليه. مثلا احيانا في المحكمه بتحكم بعقوبه اصليه بحبس المتهم ووضعه تحت المراقبة لمدة سنة أو سنتين. تمام. تقديم طلب رد الاعتبار بيكون بعد انتهاء مدة المراقبة المنصوص عليها في القانون. يعني لا إما 6 سنين من تاريخ انتهاء المراقبة بالنسبة للجناية و3 سنين بالنسبة للجنحة بيتقدم فيها الطلب. هي دي كل الشروط. تمام. طبعا في شرط خامس، المفترض إن لو في غرامات في تعويضات المفترض ان المحكوم عليه يكون اوفى بهذه الغرامات او التعويضات اللي اتحكم بيها. طبعا اذا رات المحكمه ان طبعا حاله المتهم المحكوم عليه الماديه لا يستطيع ان يسدد هذه الغرامات او هذه التعويضات، ممكن اذا رات ان حالته على الماديه ما يستطيعش انه يدفع الحاجات ديت التعويضات او الغرامات ممكن تعفيه. دي الشروط بتاعه رد الاعتبار. طبعا في استثناء برضو ان لو في حاله العود او في حاله سقوط المده الانقضاء، في حاله سقوط العقوبه من دون المده بتضاعف مده الاختبار، اللي هي بدل 6 سنين في الجنايات هتبقى 12 سنه، بدل 3 سنين في الجنح هتبقى 6 سنوات. ده في حاله العود ان المتهم يكون عائد، يعني ارتكب جريمه واتحكم عليه حكم نهائي وارتكب جريمه اخرى ده يعتبر عائد. في الحاله دي بقى في تجديد، بدل ما يقدم طلب في الجنايه بعد 6 سنين هيقدمه بعد 12 سنه. تمام. في الجنحه المفروض يقدمه بعد 3 يقدمه بعد 6 سنين. يعني انا عايز اسال حضرتك سؤال في النقطه دي بالتحديد، هل ده ينطبق على كل الشخصيات اللي بيتم الحكم عليهم، ولا في هناك شخصيات بعينها هي بس شخص اللي من حقها يعني رد الاعتبار؟ يعني اي شخص يجوز يعني اي شخص يجوز له ان هو يطلب بطلب الاعتبار؟ تمام. ولا في أي قانون شخص حدد اشخاص محدده او قضايا محدده هم دول من حقهم يطلبوا؟ اي شخص اي شخص قضى عقوبه في جنايه او جنحه، اي جريمه مخله بالشرف، جريمه قتل، جريمه مخدرات، تزوير، سرقه، اي جريمه يعني ارتكبها تخضع لرد الاعتبار. اهم حاجه تكون تشكل جنايه او جنحه. اما لو مخالفه لا يجوز رد الاعتبار في المخالفات لانعدام الاثر القانوني او مثلا عدم اهميتها. مش بنفس الخطوره بتاعت الجنايه او الجنحه. وبالتالي اي شخص اتحكم عليه في قضيه في جنايه او جنحه ايا كانت هذه الجريمه بيقدم طلب رد الاعتبار طالما توفرت الشروط المنصوص عليها في القانون.
خدت بال حضرتك؟ أي شخص، أي شخص، أي شخص محكوم عليه، جريمة قتل، جريمة قتل، زنا، مخدرات، جريمة مخدرات، زنا، قضية آداب، قضية تزوير، قضية اغتصاب، اختلاس، أي قضية تتصورها، بس القضية دي تكون تشكل جناية أو جنحة، جناية أو جنحة بس، يعني المخالفات تستبعدها. تمام؟ برضو ده هيخليني أسأل حضرتك، احترام احنا بنتكلم أي شخص، حتى الأشخاص اللي هم محكوم عليهم بالمؤبد؟ الأشخاص المحكوم عليهم بالمؤبد بعد ما يخرج، طبعًا ما يخرج طبعًا بالمؤبد، يمكن في الشخص اللي بيقضي حكومة المؤبد، يعني المدة دي أو العقوبة دي بتستغرق حياة المحكوم عليه، وبالتالي عشان يعمل رد اعتبار لازم يكون يصدر عفو عام عن هذه الجريمة، عفو شامل أو عفو عن العقوبة، وبالتالي لو تم صدر عفو عن العقوبة أو صدر عفو شامل عن العقوبة أو صدر عفو من رئيس الجمهورية، ممكن يعمل نظام رد الاعتبار، يعني حتى لو قضى المدة بتاعته ما يعملش رد اعتبار، لازم يبقى يحصل على عفو، عشان ما هو دي مؤبد، يعني يعتبر مدى الحياة، وبالتالي عشان يعمل نظام رد الاعتبار لازم يكون يصدر عفو عام عن العقوبة من رئيس الجمهورية. خدت بال حضرتك؟ وبالتالي بعد كده ممكن يقدم. تمام؟ في احكام بتصدر وبيتم وقف تنفيذها، تمام، هل ايضا بينطبق عليها برضو تمام قصه الاحكام رد الاعتبار؟ يعني برضو يعني في احكام بتصدر ايوه، ممكن واحد ياخد عقوبه مع عقاب التنفيذ، مع عقاب التنفيذ، هل ده برضه بيحق للشخص ان هو يؤدي رد الاعتبار ولا لا؟ في الاحكام، في الاحكام اللي بتصدر مع عقاب التنفيذ لا يجوز طلب رد الاعتبار فيها. احنا قلنا الامور رد طلب رد الاعتبار بيقتصر على الجنايات والجنح، ويكون المحكوم عليه قضى العقوبه، نفذ العقوبه، ده شرط من شروط تقديم طلب رد الاعتبار، تمام، قضى العقوبه كامله، وبالتالي الاحكام اللي هي مع عقاب التنفيذ لا يجوز رد الاعتبار فيها. يعني ده لا يجوز فيها، لا يجوز فيها رد الاعتبار، قضى الاعتبار، تمام. عايز اعرف من حضرتك ايه الاجراءات، عايزين نسهل المشاهد، يعني ايه الاجراءات اللي بيسلكها الشخص عشان ياخد يعمل يقدم طلب رد الاعتبار؟ تمام. اول حاجه زي ما قلت لحضرتك، هيقدم الطلب هو او الوكيل بتاعه، طلب على عريضه للنيابه العامه، تمام، بيذكر فيه جميع بياناته الشخصيه ومحل الاقامه، جميع محل الاقامه بتاعته، والعقوبه اللي نفذها ونفذها في اي سجن، خدت بال حضرتك؟ والطلب ده النيابه بتاخده، وطبعا بتتاكد وبتستوفي البيانات بتاعته، وطبعا النيابه بتطلب تحريات المباحث عن هذا الشخص، هل هذا الشخص كان حسن السير والسلوك بعد قضاء بعد خروجه من السجن، كما انها بتخاطب اداره السجن، هل يعني اداره، هل الشخص ده في السجن كان حسن السير والسلوك، هل كان مشاغب، هل كان بيعمل مشاكل، كل الامور دي بتعملها النيابه العامه عشان يعني تحطها في تقرير، المفترض تبعت التقرير لمحكمه الجنايات. طيب، وكمان في حاجة تاني، يعني المعاد المفترض النيابة بتقدم فيه التقرير، المفروض زي ما قلت لحضرتك في أول حلقة، المفروض في خلال 3 شهور، بس زي ما قلت لحضرتك المعاد ده تنظيمي، مش ملزمة النيابة أنها تقدم التقرير ده في خلال 3 شهور، وبالتالي عدم الالتزام به لا يؤدي إلى البطلان. في جميع الأحوال بتقدم التقرير كامل ومستوفي، وبيرفق بهذا التقرير اللي بتقدمه النيابه لمحكمه الجنايات اللي بتنظر طلب رد الاعتبار، صوره من الحكم الجنائي، صوره من صحيفه سوابق المتهم، خدت البال حضرتك؟ وبعد كده زي ما قلت لحضرتك المحكمه بتنظر هذه الدعوه، وبتنظر هذه الدعوه، وبيكون حاضر، مثلا لو في ممكن لو المحكوم عليه اللي طلب رد الاعتبار لو ليه اي طلبات ممكن يبديها قدام المحكمه، وبتنظر المحكمة الجنايات القضيه في غرفه المنعقده في غرفه المشوره، ويجب اعلان المحكوم عليه قبل الجلسه ب 8 ايام. بعد ما تنظر القضيه بتفصل في القضيه، لا اما تديله حكم برد الاعتبار او ترفض الطلب. اتحكم برد الاعتبار، خلاص الحمد لله الموضوع بالنسبه له انتهى. اترفض الطلب، طلب رد الاعتبار او الطلب بتاعه اترفض، زي ما قلت لحضرتك الرفض لا اما بسبب قانوني
أو بسبب موضوع. في حالة الرفض بيجوز له. ما أنا هقول لحضرتك السبب القانوني زي ما قلت لحضرتك إن في شرط ناقص من الشروط اللي نص عليها في القانون. السبب الموضوعي بيكون راجع لسلوك المحكوم عليه في السجن أو بعد خروجه من السجن. خدت بال سيادتك؟ في حالتين أنت بتقول يا أستاذ محمد؟ في حالة الرفض هل من حقه إن هو يرجع تاني؟ من حقه يقدم؟ لو السبب، لو سبب الرفض قانوني، لو السبب القانوني ده اكتمل خلاص ممكن يقدم تاني. لو راجع لسلوك المحكوم عليه أثناء فترة السجن ممكن يقدم طلب رد الاعتبار بعد مرور سنتين من تاريخ رفض المحكمة لطلب رد الاعتبار بتاعه. تمام. برضو في سؤال عايز أسأله حضرتك، الأحكام اللي بتصدر في مثلا بتوقيع غرام أو تعويض، بتوقيع إيه؟ غرام على الشخص ده دون حبسه، ده من حقه برضو أنه هو تمام يكون في رد اعتبار له، او مثلا هو تعويضات بكذا المفروض يدفع تعويضات للناس دي بكذا، هل ده برضه من حقه رد اعتبار ولا دي اصلا بتبقى خارج السياق؟ لا يعني يجوز رد الاعتبار فيها. يجوز الاحكام الصادره بالغرامات والتعويضات طالما جنحة او لا بالغرامات. ما دي عقوبه برضه. ما دي احيانا في عقوبات تبعيه، غرامه، تعويض، بيجوز فيها برضه رد الاعتبار. هل في هناك محكمة بعينها هي اللي مسؤولة عن رد الاعتبار ولا أي محكمة؟ لا لا مش أي محكمة طبعا، هي محكمة المحكمة المختصة برد الاعتبار، محكمة الجنايات اللي في اللي بيقع في دائرتها محل إقامة المتهم. يعني المتهم مثلا قاعد في القاهرة مش يروح يقدم طلب رد الاعتبار في أسيوط أو في كفر الشيخ أو في بني سويف، بيقدم في محكمة الجنايات اللي تابع ليه محل الإقامة بتاعته. تمام تمام. احنا عايزين نتكلم، يعني احنا قلنا تحدثنا عن هل يجوز للشخص تكرار ضربة في حياة تبع في حالة صدور عدة أحكام على المحكوم عليه. تمام. صدر عليه أكثر من حكم. يعمل إيه؟ تمام. هيرد يعني اعتباره إزاي هو صدر عليه أكثر من حكم؟ فلنفرض الشخص ده عليه صدر عليه خمس ست أحكام. هيعمل إيه بقى؟ هيروح لكل قضية يرفع عليها رد اعتبار؟ المفترض عشان يقدم طلب رد الاعتبار لازم يكون شروط رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون متوفرة في جميع هذه الأحكام. وبالتالي لا يجوز للمحكوم عليه ان يقدم طلب رد اعتبار في حكم او في بعض الاحكام دون البعض الاخر، لا اما يقدم في الاحكام كلها طلب رد الاعتبار ويكون الاحكام دي كلها متوفر فيها الشروط اللي نص عليها في القانون، او ما يقدمش، ولا لا يقدم في كله، لا ما يقدمش. وكمان من ناحيه ثانيه المحكمه لا يجوز لها انها تنظر رد الاعتبار في بعض الاحكام ويكون في بعض احكام اخرى، وبالتالي لازم يكون رد الاعتبار او الشروط كلها متوفره في جميع الاحكام اللي اتحكم بها على هذا الشخص. في حاله الحكم الصادر من محكمه الجنايات، احنا طبعا رحنا محكمه الجنايات واصدرت حكم بالرفض رد الاعتبار، هل من حق اللي نطعن على هذا الحكم؟ تمام. طبعا يجوز انك تطعن على هذا الحكم عن طريق النقض. يعني احيانا ممكن محكمه الجنايات تخطئ في الحكم بتاعها، وبالتالي يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم الصادر من محكمة الجنايات الخطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره أو تأويله. وبيتبع برضو في الطعن بالنقض في هذا الحكم الصادر من محكمة الجنايات جميع الطرق والمواعيد المقررة للتقرير بالطعن بالنقض في الأحكام. تمام. خدت البال معليك؟ يعني زي أي حكم، يعني يجوز الطعن فيه عن طريق النقض. وأيضا الخطأ في تطبيق القانون. وفي حالة بقى صدور حكم برد الاعتبار، هل بيجوز إلغاء هذا الحكم ولا لا؟ لو صدر النهارده حكم من رد الاعتبار تمام، ويجوز طبعا الغاء هذا الحكم، المحكمه اللي اصدرت الحكم يجوز انها تلغي هذا الحكم. لو اتضح ان الشخص المحكوم عليه عليه احكام تانية لم تكن تعلم بها المحكمه، في هذه الحاله يجوز للمحكمه ان تلغي هذا الحكم برد الاعتبار نظرا لوجود احكام اخرى لم تكن المحكمه تعلم بها. خدت بال معاك يا استاذ محمد؟ تمام. عايز اعرف من حضرتك ايه انا في حاله بقى لما احصل على الحكم برد الاعتبار الاثار المترتبه على ذلك تمام. وانا هستفاد ايه من رد الاعتبار؟ ما هو برضو مش في نفس التوقيت هتفضل التهمه موجوده او السابقه اللي انا عملتها موجوده في ملفي، ولا في اثار مترتبه على ذلك؟ طبعا الحكم الصادر برد الاعتبار هيمحو الجريمه او هيمحو اثار الحكم الجنائي بالنسبه للمستقبل. وبالتالي هيسترد طبعا الحكم الجنائي ده ليه عواقب، مش مجرد ان هو يقضي العقوبه يا استاذ محمد في السجن والموضوع خلص. لا ده بعد ما يخرج من السجن طبعا في بعض طبعا بيكون في انعدام لاهليه المحكوم عليه،
بينحرم من بعض الحقوق بمجرد الحكم برد الاعتبار، بيسترد اهليته وبيرجع له جميع حقوقه وبيكون شخص عادي ويجوز انه يتقلد الوظائف العامه. طبعا في شروط معينه لما انت واحد بيخرج من السجن وعايز يتقلد وظيفه معينه ممكن اقول له هات صحيفه صحيفه الحاله الجنائيه بتاعتك، لو صدر لو طبعا من غير رد الاعتبار هتظهر صحيفه الحاله الجنائيه ان الشخص ده محكوم عليه في القضيه. يعني اصلا رد الاعتبار ده بيمسح صحيفه الحكم ده بيمسح صحيفه الحاله الجنائيه بتاعته من هذا الحكم وبيترد برد الاعتبار في القضيه رقم كذا، وبالتالي بيرجع شخص عادي وبيمارس حياته وليه كيان في المجتمع وبتنمحي جميع الاثار اللي بيخلفها الحكم الجنائي سواء باكتمال اهليته او وباسترداد جميع الحقوق التي سلبت منه بمجرد الحكم على هذا الشخص في القضيه اللي سجن بسببها. احنا تحدثنا عن رد الاعتبار القضائي، عايز افهم من حضرتك يعني ايه رد الاعتبار القانوني؟ تمام، رد الاعتبار القانوني احنا زي ما قلنا رد الاعتبار القضائي بيكون بطلب بيتقدم من المحكوم عليه او وكيله للنيابه، والنيابه بتعمل تقرير وتبعته لمحكمه الجنايات. رد الاعتبار القانوني ده بيتم رد الاعتبار بقوة القانون بدون طلب من المحكوم عليه أو وكيله بمجرد توافر الشروط التي استلزمها القانون. طبعا الشروط دي في شروط لرد الاعتبار القانوني، تمام. الشرط الأول يا أستاذ محمد إن بيرد الاعتبار بقوة القانون في الحالات الآتية على الشخص المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة. عقوبة جناية، ركز معايا، عقوبة جناية أو جنحة ومحدده الجنح ديت جنحه سرقه في جريمه سرقه، اخفاء اشياء مسروقه، جريمه نصب، جريمه تزوير، خيانه امانه، والشروع في بعض الجرائم المنصوص عليها في نص الماده 355 و356 و367 و368. دي الشروع في الجرائم ديت والجرائم سالفه الذكر اللي قلت لك جنايه او جنحه سرقه واخفاء اشياء مسروقه ونصب، دي يعني الشخص بيرد اعتباره بمجرد انقضاء 12 سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوط الحكم بمضي المدة أو العفو الشامل. الحالة الثانية من حالات الاعتبار رد الاعتبار القانوني بالنسبة للجنح الغير واردة في الفقرة السابقة، أي جنحة تاني غير اللي وردت في الفقرة السابقة اللي هي جنحة سرقة أو نصب أو تزوير، أي جنحة تاني برضه بيسترد المحكوم عليه اعتباره يعني بمضي 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو الشامل عن هذه العقوبة. طبعا إلا في حالة العود أو سقوط العقوبة بمضي المدة بتضاعف هذه المدة من 6 سنين ل 12 سنة. دي شروط رد الاعتبار القانوني. هل في حاجة اسمها رد اعتبار تجاري؟ رد الاعتبار التجاري بالتفالس اللي هو واحد يكون فلس بيرد الاعتبار ان هو تصالح مع الـ مع الـ مع الدائنين ورد اعتباره. تمام، ورد اعتباره. تمام، عايز افهم من حضرتك احيانا بيبقى في خلط بين حاجه اسمها رد اعتبار وحاجه اسمها العفو الشامل او العفو عن العقوبه. عايزين نوضح النقاط دي، هل رد الاعتبار هو زي العفو عن العقوبه؟ تمام، بص العفو يا استاذ محمد، تمام. العفو في نوع من العفو. انا بتكلم في كده يعني ماشي. هل انا اقول لحضرتك حاجه، ما المفترض في رد المفترض في رد الاعتبار انه يتقدم. ما انا عايز افهم من حضرتك بس، لان احنا دايما معروف ان رد الاعتبار ده هو زي ما حضرتك اتكلمت في الحلقه معايا وبتتكلم ان هو بيسقط الاثار الجنائيه للجريمه، تمام، وبيخلي الشخص يرجع شخص عادي تاني وبيتعامل وبيرجع يعني لمستواه الاجتماعي، وان هو يفتح لنفسه فرص من اجل العمل من جديد، وان هو يبقى راجل سجله الجنائي ناصع البياض ابيض ابيض زي ما هو ما كانه ما اتسجنش. فعشان كده عايز افهم من حضرتك، لان خاصه بتصدر قرارات بعفو رئاسي وقرارات بتصدر بعفو شرطي وعفو من العقوب اللي هو الافراج الشرطي، تمام. فانا عشان كده بسال حضرتك، هل في بيبقى في خلط؟ بص يا استاذ محمد، لازم نفرق بين في عفو شامل وعفو عن العقوبه. العفو الشامل ده مضمون العفو الشامل انه بيمنع او بيوقف سير الدعوه، سير يعني بيوقف تحريك الدعوه الجنائيه ضد الشخص ده، تمام. ولو صدر حكم ادانه بيمحو حكم الادانه وما يترتب على هذا الحكم الادانه من تبعات، وبالتالي عفو شامل.
على العقوبة كلها وجميع الآثار الناتجة عن هذه العقوبة. خدت البال حضرتك؟ تمام. العفو الشامل ده لازم يصدر بقانون، وبالتالي لازم يصدر من مجلس الشعب على اساس او مجلس النواب عشان هي السلطه المختصه باصدار القوانين. يبقى العفو الشامل ده لازم، عفو الشامل على بقانون من بيصدر بقانون من مجلس النواب، رئاسه الجمهوريه. لا، من مجلس النواب. العفو الشامل بقانون من مجلس النواب. طيب، العفو عن العقوبه بتختلف عن العفو الشامل، ان هو مضمون العفو عن العقوبه بمقتضاها العفو عن العقوبه كلها وبعضها او ابدال هذه العقوبه بعقوبه اخف. ازاي؟ يعني واحد محكوم عليه بالاعدام، تمام، ممكن الاعدام يستبدل بعقوبه الاشغال الشاقه المؤبده. واحد محكوم عليه بالمؤبد تعدل الى اشغال شاقه مؤقته او سجن. من يعني أو من الشخص او السلطه المنوط بها العفو عن العقوبه؟ رئيس، سيد رئيس الجمهوريه، ده طبقا للدستور. طبقا للدستور اللي بيعمل عفو عن العقوبه او بيخففها او بيبدلها بعقوبه اخف. ده بنشوفه في جمهورية. في جميع مناسبات بيصدر قرار من رئيس الجمهوريه. تمام. بالعفو عن، ممكن في المناسبات الدينيه في الاعياد، في الـ في الـ في, الـ في الاعياد، عيد رمضان، عيد الاضحى، خدت البال عليك، بيصدر عفو من رئيس الجمهوريه بتخفيف العقوبه او اعفائه كليا من العقوبه. خدت البال عليك؟ تمام، كمل مع حضرتك. انت قلت حضرتك بالنسبه للعفو الشامل، هل في اختلاف بينهم ولا اللي هو ايه الرد الاعتبار والعفو الشامل والعقوبه؟ احنا وضحنا دول رد الاعتبار عشان الناس بيحصل عشان عندها خلط. عشان تقدم يا استاذ محمد، عشان تقدم رد اعتبار، عشان تقدم رد اعتبار لازم يكون المتهم قضى العقوبه كامله او صدر عفو شامل او صدر عفو شامل او سقطت العقوبه بمضي المده. العفو بمجرد العفو الشامل ماشي، تعد برضو لو القضية جناية تعد 6 سنين عشان تقدم رد الاعتبار، لو القضية جرح هتعد 3 سنين. يعني حتى لو صدر عفو شامل لازم، مش هيترد لك الاعتبار اوتوماتيك كده، لازم تنتظر المدة او مدة التجربة اللي قال عليها القانون في الجنايات 6 سنين وفي الجناح 3 سنين. هل الناس بتحصل على الحكم ده بسهولة؟ أنهي حكم؟ اللي هو رد الاعتبار. طبعا. ايه هو يعني بتحصل عليه بسهولة؟ يا استاذ محمد لازم اسال حضرتك يعني. تمام، حاجه قانونيه. ما هو انا كده، حاجه قانونيه. ما هو كده انا برضه يعني عشان كده بسال حضرتك يعني في الموضوع ده. ما هو يبقى مش واحد قتل قتله وفي الاخر يرجع سجله الابيض، تمام، او افسد هو يعني من شروط اغرق البلاد في المخدرات وفي الاخر ابيض، ليه؟ هو لما محكمه الجنايات بترفض، احنا كنت قايل لك من شويه كده ان محكمه الجنايات ممكن ترفض طلب رد الاعتبار لسلوك راجع لمين؟ للمحكوم عليه. ممكن يكون في السجن كان بيعمل يعني مشاغب، بيعمل مشاكل، وحتى بعد خروجه من السجن برضه ممكن يعمل مشاكل، ممكن صارت عليه احكام اخرى. في الحاله دي بيترفض الطلب بتاعه، مش بياخد رد الاعتبار. وبالتالي اذا رات المحكمه ان سلوك المجني عليه، سلوك المحكوم عليه غير جدير بالثقه في تقويم نفسه، بترفض طلب رد الاعتبار. هو مش اي واحد هيقدم طلب رد الاعتبار هيتوافق له يعني. في بتعمل تحالات مباحث، في شروط. طب هنرجع نكمل على الحته دي عشان انا برضه عايز افهم من حضرتك، بس ناخد اتصال هاتفي في الاول. عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد، ازيك يا باشا؟ الله معاك. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. اتفضل يا استاذ عمر. استاذ بدر، حضرتك انا عندي قضيه نفقه. قضية نفقة حضرتك، تمام؟ اتفضل. ودلوقتي أنا ببعت للزوجة الفلوس كل شهر بس بدون أي إصرار أو بدون أي حاجة، ببعت لها ودي مع الناس. معلش بس، معلش بس، واحدة واحدة عشان أفهم منك، لأن أنا ما سمعتش آخر 3-4 جمل قلتها. حضرتك أنا ببعت في يعني الزوجة رافعة نفقة. فأنا ببعت شهرياً نفقة، ببعت فلوس للزوجة مع ناس ودي، تمام؟ بس لسه الجلسة ما حكمتش. الجلسه هتحكم بكره. تمام. فهل دلوقتي انا اثبت للقاضي ازاي ان انا ببعت فلوس مثلا؟ وهل يجوز ان مثلا لما هي ترجع البيت من الصاله ان هي تتنازل عن النفقه؟ وهل يجوز ان هي لما ترجع تتنازل عن، هو انت حضرتك بتبعت لها الفلوس دي مع حد من قرايبها ولا شخص من قرايبك انت هو اللي بيودي لها الفلوس؟ مع حد من قرايبها. تمام. فطبعا انا ببعتها لها مع قريبها كل شهر، بس هي الجلسه بكره وانا مش مقوم محامي، انا اللي بروح احضر بنفسي. تمام.
تمام. دلوقتي حضرتك هي في رجوع تمام؟ بس هي كان في مشكله بينها وبيني وبين اخوها وهو اللي متمسك بالموضوع ده، يعني في محاولات للصلح يعني ان شاء الله. في صلح ان شاء الله ترجع. هل يجوز لو هي المحكمه حكمت بكره ليها بالنفقه، هل ينفع ان هي تتنازل بعد الرجوع؟ انا هسال المستشار بدر اوضح لحضرتك، هل المحكمه تحكم من اول جلسه بالموضوع ده؟ وهل حضرتك انت سمعت بالنسبه للواقع ان هو بيبعت الفلوس او النفقه بتاعت مراته عن طريق حد يعني دي واقعه ماديه يجوز اثباتها، يعني ممكن الزوجه تنكر ان هي ما بتاخد ما بعت مش بيبعت لها الفلوس. بيجوز اثبات الواقعه دي بكافه الطرق، اثبات شهاده الشهود بجميع الوسائل اللي يقدر يثبتها. خدت بال حضرتك؟ تمام. يعني يثبتها بياخد الشهود واقعه ماديه. انا بقول لحضرتك خد ادي الفلوس دي لفلان الفلاني لفلان الفلانيه، جت انقرت، يجوز اثبات هذه الواقعه بالشهود، بالشهود بتوجيه اليمين ليها. يعني هيعرف يثبتها بامر الله. تمام، مفيش اي مشكله. في حاله صدور الحكم، هل الحكم هيصدر من اول جلسه؟ يجوز طالما القضيه مكتمله وصالحه للحكم فيها. هو بيقول ان هو مش جايب محامي تمام يترافع عنه. تمام، لما بيروح قدام المحكمه هل المحكمه هتقبل بترافعه هو شخصيا ولا المحكمه هو ممكن ياجلها لحضور محامي؟ ممكن ممكن يعني ياجلها لمستندات. ما هو عشان يعني هو من حقه يطالب بالتاجيل عشان القاضي. بص يا محمد، عشان القاضي يحكم لازم يكون يتحرى عن دخل الزوج. ما هو يحكم بيتحرى عن دخل الزوج ازاي؟ لا اما موظف لا اما صاحب مهنه حره او حرفي. في جميع الاحوال لازم يتحرى عن دخل الزوج عشان يحكم بناء على هذا الدخل. خدت البال معليك؟ وبالتالي ممكن ياجلها للاطلاع لاي سبب، يعني للاطلاع على المستندات، لاحضار مستندات تفيد. ما هو ممكن هي جايبه حاجه تفيد ان دخله مثلا 10,000 جنيه في الشهر. تمام ماشي، وهو مش دخله 10,000 جنيه. ممكن يجيب ما يفيد المستندات تفيد ان دخله اقل من كده عشان القاضي يديله حكم. ما هو لو الدخل 10,000 القاضي هيديله حكم وفقا للدخل بتاعه، لو الدخل اقل من كده هيديله حكم وفقا للدخل الاساسي بتاعه. وبالتالي ممكن يطلب اجل الاطلاع عشان يجيب ما يفيد ان هو دخله اقل من الدخل اللي جابها الزوجه. تمام تمام. هو استاذ عمر خلينا نسال حضرتك بقى سؤال في الموضوع ده. احنا بنتكلم عن رد الاعتبار. تمام، لو صدر حكم في النقطه دي بقى هل ده برضه بينطبق على رد الاعتبار؟ لا، دي مش جنحه. دي مش جنحه. احنا قلنا هو برضه احيانا بيتم حبسه. احنا قلنا ماشي، ما انا لو الموضوع وصل لجنحه لو يعني هقول لحضرتك حاجه، انا عايز اسال حضرتك يعني بتبدا بحاجات بسيطه زي دي تبدا وبعد كده بتحبس؟ بص حضرتك ده انت ممكن هنوضح، بس هناخد بس معانا محمود من المنصوره. استاذ محمود اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يسلمك يا استاذ محمد. حضرتك والبرنامج المحترم والراجل المحترم اللي مع حضرتك، ربنا يخليك. الله يخليك يا استاذ محمود. ربنا يخليك يا استاذ محمود. لو تكرمت، انا عندي قضيه حضرتك وكنت واخد حكم عليه الصيغه التنفيذيه من 1/2017. ده كان فصل تعسفي من 2013 من جماعه من اثنين مديرين اخوان. المهم انتهى الحكم الصالحي بدفع التعويض. تمام، هل انا يجوز ليا دلوقتي الحكم لم ينفذ حتى الان؟ ليه بقى؟ لما رحت قلت الحكم اتعرض الموضوع بتاع الشؤون القانونيه والشؤون الاداريه، قال انت عايز قيمه التعويض ولا ترجع شغلك؟ قلت لهم يا ريت والله ارجع شغلي. فبناء على التفاهم اللي حصل بينا كتبت مذكره كده ووقع عليهم المدير الاداره والمسؤولين في الشركه. تمام، بان انا اعود لشغلي. فلما رحت ارجع لشغلي فوجئت فيه تعنت كده وما حصلش. ولغايه دلوقتي مطلوب في تنفيذ الحكم. هل يجوز لي انا دلوقتي في الفتره دي كلها، لان الناس اللي قامت بالموضوع دوت الفصل التعسفي مش مدان ليه؟ باماره حكم المحكمه اللي هو حكم لصالحي. فهل يجوز لي ان انا الجا للمحكمه الدستوريه او المحكمه القضاء الاداري لان انا ارفع قضيه برد اعتبار او تعويض حسب ما نص الدستور؟ لان في ناس كان في 2000 وانا راجل كل اللي انا عملته ان انا يعني استخدمت الموضوع اللي هو ايه الواجبات وظيفتي. تمام، فطبعا الناس ديت استقصدوني وما زال لغايه دلوقتي. تمام، في كل مكان هل انا اقدر ان انا ارفع قضيه للمحكمه الدستوريه بحيث ان هم يعني سبق واصرار في هذا الموضوع؟
هل يحق لي بنص من الدستور ان انا الجا للمحكمه الدستوريه ولا المحكمه الاداريه العليا؟ تمام تمام يا استاذ محمود، اسمعنا بقى هنرد على حضرتك، اسمعنا وسياده المستشار رد على حضرتك استاذ بدر. تمام. هو في سؤالين. اي خطا سبب ضرر للغير بيلزم من ارتكبه بالتعويض. تمام. انت اخطات في حقي والخطا ده بتاعك ترتب عليه اضرار وبالتالي يجوز ان اقاضيك واطلب تعويض عن الخطا اللي سبب لي ضرر. ماشي، دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا بنتكلم قانون موضوع رد الاعتبار يا استاذ محمد، احنا قلنا ايه؟ لازم بحكم، لازم حكم جنايه او جنحه. جنايه او جنحه، ما احنا ليها شروط. مش ما هو هو ما وضحش، هو ما وضحش سبب فصل التعسف ايه. لا ده الموضوع خارج عن الموضوع، الموضوع الحلقه بتاعتنا. هو في خطا او في تعسف من ناحيته، من ناحيه رئيسه في العمل بيستقصده، اي خطا زي ما قلت لحضرتك، لو ثبت ان في خطا والخطا ده سبب ضرر للطالب اللي هو الاستاذ اللي بيتكلم، ممكن يرفع قضية تعويض ويقاضيهم وياخد التعويض. هو رفع قضية تعويض. تمام. وراح للشغل قالوا له هتاخد التعويض ولا ترجع لشغلك؟ قال لهم ارجع لشغلي، وكتب ورقة بكده وهم ما نفذوش لحد دلوقتي. يعمل ايه عشان يرجع؟ هل من حقه يرفع قضية برضه تاني؟ ممكن يرفع قضية. تمام. احنا معانا مين يا استاذ وليد؟ استاذ حسن، اتفضل استاذ حسن. يا باشا من الشرقية يا باشا. استاذ حسن. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا استاذ حسن؟ اتفضل يا استاذ حسن. الله يخليك يا باشا. والنبي عايز اقول لسياده المستشار ان لبنتي حكم، لبنتي لها حكم. بتاع نفقه. نفقه؟ نفقه. وما تنفذش لحد دلوقتي، اعمل فيه ايه؟ او اروح لمين؟ مركز اولاد سهر شرقي. تمام. انت خلاص استاذ بدر يوضح لحضرتك دلوقتي، هو عايز اعرف هو الحكم، الحكم النفقه ما تنفذش ازاي يعني؟ ما تنفذش لحد هو الحكم صدر. في صيغه تنفيذيه يا باشا. تمام. في صيغه تنفيذيه، لذلك ما تحركش لحد دلوقتي. وزي ما حضرتك قلت عليه حكم منقولات قبل كده، زي ما سعادتك اتكلمت وقلت ليه حكم تاني. حكم ايه؟ حكم تاني؟ ليه حكم منقولات؟ تبديد منقولات. تبديد منقولات. تبديد منقولات، صح. طب هو حكم تبديد المنقولات ما يعني ما اتعملش فيه اجراء، ما اتعملش فيه معارضه يعني يا استاذ؟ لا ما اتعملش فيه حاجه. ولا النفقه اتعمل فيها حاجه. تمام. للاسف يا استاذ محمد. طب اسمعنا بقى يا استاذ حسن. للاسف في خلال الفتره ديت تنفيذ الاحكام، عدم تنفيذ الاحكام القضائيه دي مشكله. دي مشكله للاسف في جميع الاقسام احنا بنواجهها. واحد عليه حكم يبقى لا مؤاخذه قاعد في البيت ولا في دماغه اي حاجه خالص ولا كان عليه اي حكم. المفترض تنفيذ الاحكام اللي في المركز اولاد صقر شرقيه، المفروض يروح يجيبوه ويجبروا انه يعمل معارضه. الحكم ده لو ما اتعملش فيه معارضه، ده طبعا المفترض هو حكم غيابي بتاع التبديد، ما اتعملش فيه اجراء. الحكم ده لو ما اتعملش فيه معارضه في خلال 3 سنين بيسقط الحكم. سقط الحكم يبقى المفروض حق الست دي ضاع، سواء تبديد منقولات او شيك او ايصال الامانه. انا بهيب بالسيد وزير الداخليه واداره تنفيذ الاحكام ان هم يفعلوا تنفيذ الاحكام. تنفيذ الاحكام يا استاذ محمد بيعاني، الناس بتعاني منه اشد المعاناه، عشان تنفذ حكم مشكله كبيره للاسف. مع حضرتك مشكله كبيره. تنفيذ الاحكام الوزاره شغاله على اعلى مستوى في هذا الموضوع، ولكن احيانا الشخص اللي بيصدر ضد الحكم ما يكونش موجود في لا بيبقى موجود. لا 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 احيانا ما بيكونش لا مش لا يا استاذ محمد. لا بيبقى موجود، بتنزل اللجنه يا باشا، وحتى لو مش موجود بفرض يا استاذ محمد. بس ماشي، هينفذ على اهل البيت. اسمعني انا ما بقولكش ينفذ على، فلنفرض مش موجود، مش في كمبيوتر بتاع الامن العام، مش في اكمنه. المفروض الحكم صادر النهارده بينزل على الكمبيوتر، راح سافر اسكندريه، سافر اسيوط، سافر طلع بره. حضرتك لو بتسافر هتلاقي معظم اللجان اللي موجوده. لا انا استاذ محمد بتعمل تفتيش وبتشوف مين اللي عليه الاحكام، وبتشوف مين اللي عليه قضايا ومين اللي عليه احكام يا استاذ محمد. قال قبض عليهم. انا بكلمك عشان ماشي، وانا بكلمك كمحامي. انا بتعرض للموضوع ده، بتعرض للمواضيع دهيت. تنفيذ الاحكام، الحكم اتنفذ، خدها قاعده. الحكم اتنفذ، حق الناس هترجع. ما تنفذ، اولا اصل انا مش عايز حضرتك. ثانيا انا ما احضرك في الكلام اللي انت بتقوله. انا ما احضرك في الكلام اللي بتقوله. لا بد من تنفيذ الاحكام. هيتعلق بالدوله، هيبقى الناس هتفقد الدوله هتفقد هيبتها. الاحكام ما بتنفذش،
لا لا, لا 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 اختلف معاك في النقطه لا انت اختلف براحتك ولكن معاك انا النقطه دي انا مش عايز حضرتك تقيس مقياس نقطه واحده اللي هو على شخص عميل عندك او شخص موكل عندك لما يتم تنفيذ الحكم ليه الاستاذ بناء يا استاذ بدر انا بكلمك محمد. انا بكلمك لا في جهد بيتكلم. في جهد مشكور جدا في تنفيذ الاحكام تمام. في جهد بتقوم بوزاره الداخليه احنا عايزين وحضرتك ده. انزل وشوف المأموريات اللي موجوده تمام. اكيد حضرتك تعرضت للموقف ده اللي هو ايه وانت ماشي بعربيتك لو سمحت بطاقتك هنكشف عليها تمام. حصل معاك ولا لا يا باشا اسال حضرتك يا استاذ محمد. حصل معاك ولا لا يا استاذ محمد. ليه عشان بناء على كده بيتم ضبط الناس اللي هاربين من الاحكام تنفيذ الاحكام القضائيه دي ده مهم جدا عشان كده مهم جدا عشان كده انا بقول لحضرتك انت هتاخد جرب انت لما تاخد حكم على واحد انا بكلمك طب دي انا الحاجات دي بشوفها طب جرب لما تاخد حكم على واحد والحكم ده تنفذ هتلاقي فلوسك جت الحكم ما تنفذ البلطجي اللي واخد حقك ده هي هي, هي يعني هي يعني هيطلع لك لسان ويقول لك اديك انت رفعت قضيه ومش عارف تنفذ الحكم لا لا لا. وبالتالي اهب السيد وزير الداخليه لا. لازم يتم تفعيل تنفيذ الاحكام عشان حقوق الناس ترجع لاصحابها احنا بنتكلم بموضوع عام يا استاذ محمد مش موضوع بكلمة. شخصي لهذا الشخص اللي بيتحدث او موضوع انا او موضوع حضرتك ده موضوع عام هو انت بتلجا للقانون ليه بتلجا إيه؟ عشان تاخد حقك عشان كده بقول لحضرتك عشان تمنع البلطجه عشان كده بكلم انت دلوقتي لو ما دي. انت دلوقتي لو ما لجأتش للقانون ينفع لا. ينفع انك تروح تتخانق مع الراجل اللي ليك فلوس عنده تاخد حقك بالعافيه قانون دولة, قانون. دولة قانون والناس بتاخد حقها بالقانون بالقانون والقانون بيتم تنفيذه في مصر تمام والناس بتاخد حقها تنفيذ الاحكام وفي جهد مشكور جدا بتبذله وزاره الداخليه وعايزين عشان وقتنا خلص فاضل معانا دقيقتين الرساله اللي هتوصلها لوزاره الداخليه خلاص احنا بنرجع هو في جهد مبذول في جهد مبذول مش عايزين ننتقد احنا نرجو من السيد وزير الداخليه ان يفعل تنفيذ الاحكام عشان ترجع الحقوق لاصحابها لا اكتر ولا اقل ما فيش اي مشكله بالنسبه انا للموضوع. عايز اخد من حضرتك الرساله الاخيره في موضوع رد الاعتبار عشان وقتنا خلص للاسف وشكلها كده الحلقه تسخن في الاخر بيني وبين حضرتك وربنا يستر كمل اخر رساله لحضرتك كل الامور بتاعه قضيه رد الاعتبار احنا استوفيناها انا شايف ان احنا استوفيناها بس انا يعني جميع الشروط بتاعه رد الاعتبار المحكمه المختصه انواع رد الاعتبار قضائي وقانوني الفرق بين العفو الشامل والعفو عن العقوبه يعني كل الامور احيطت برد الاعتبار يعني القانون او حته رد الاعتبار انا برضو معترض عليها مش من وجهه ليه؟ نظر المفروض يبقى في بعض القضايا او بعض الاحكام اللي هي خاصه بالجرائم المفروض ده ما يجيش فيها اصلا رد اعتبار نهائي يعني مغتصب ازاي يتم رد اعتباره تمام فاسد تمام يعني ومرتشي ودمر تمام. وسبب في قتل ملايين من الناس يتم رد اعتباره ازاي؟ تمام. انا بشكر حضرتك في نهايه الحلقه جدا يا استاذ بدر وبشكر حضرتك تشريفك معايا مستشار بدر عبد المحسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله وبشكر ضيوفنا الكرام اللي تابعونا على قناه الصحه والجمال وان شاء الله نلتقي في حلقه جديده وتصبحوا على خير.